بعالجها هيبقى في معاكسه، لكن لو انا مدوبها في حله ميه فهدوب بالظبط نفس الحكايه في جسمي بالظبط. لو انا باخد كميه الملح اللي باخدها سواء مخللت او الكميات العاديه اللي احنا بناكلها في الاكل، لان نفس الاكل فيه ملح، اللحمه فيها حتى لو ما حطيتهاش وانا بسويها ملح، هي فيها ملح، والخضار فيه ملح، والفاكهه فيها ملح بكميات مختلفه. فانا باخد الملح، لو انا مش بشرب كميه ميه تكفي ادوب كل الملح اللي انا باخده في جسمي دوت او المعادن عموما وباخص الملح، فبتيجي مشكله في الكليه. يعني انا بيبقى فيه ترسبات معينه مع الوقت، يا اما بتعمل حصوه يا اما بتعمل زي كثبان زي الرمله كده، هو بالظبط بتبقى موجوده حتى في الالترا ساوند في الموجات الصوتيه اللي بنعملها على الكبد او الكليه، فدي بتبقى حاجه مش صحيه فبتاثر على الاخراج بشكل او باخر. فانا شرب الميه مهم قوي 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 لكل عمليات الجسم، وخصوصا هي الاملاح اللي بتترسب وبتخرج عن طريق البول اللي بيخرج عن طريق الكليتين. ولسه مكملين معاكم والفقرة اللي جاية برنامج يسوعنا. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة من برنامجكم يسوعنا. معاكم الأخ ناجي كامل، وحابب أتكلم معاكم شوية عن هذا الشخص